قالوا الدنيا، اسمع، الدنيا خمر الفاجر. الدنيا دي خمر مين؟ الفاجر. إذا شرب منها لا يستفيق إلا في معسكر الموتى، إلا في معسكر الموتى. اللي حيشتغل شغل الدنيا ده حتجده زي السكران، إمتى يفوق؟ إمتى يفوق؟ لما يدخل ملك. فين الكلام الدليل ده عم الشيخ؟ اسمع، قال الملك تبارك وتعالى: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك، يا باشا، فبصرك اليوم 6/6 يا معلم. عرفت المصير رايح فين؟ اللهم إنا نسألك الجنة يا رب. يحكي أحد المشايخ عن شاب وهو يحتضر يصرخ: أنا مش عايز أقابله، أنا مش عايز أقابله، أنا مش عايز أقابله. قال له: يا ابني مين هو اللي انت صاحبه؟ بيقول له: يا ابني مين اللي انت مش عايز تقابله؟ وكان سكران الشاب ده وهو بيحتضر في حادث سيارة ويصرخ ويقول: انا مش عايز اقابله. فصاحبه بيقول له: يا ابني مين هو يا ابني؟ قال: الله. ريح، ترتاح، ريح، ريح، ترتاح. ما قدر لك سوف يصل إليك، والله سوف يصل إليك. بس في آية غريبة جدا، ما تجعلناش نستغرب لما الدنيا الناس متكالبون على الدنيا. قول الملك: وخلق الإنسان يا شيخ عجولة، عجولة، صح مشيت؟ وفي برضك في آية: خلق الإنسان أبا سعيد من عجل. صليتم على رسول الله؟